كلما ابتعدنا قليلاً عن عمق المدينة نحو أطرافها، تتراءى أمامنا مشاهد لأحداث مختلفة وقصص متداخلة. مسرحها بيئة مملوءة بالدمار والخراب، والضحية فيها إنسان مفقود أو معاق أو مشرد. بالعودة إلى شرق المدينة من غربها، تراءت أمامنا تفاصيل جديدة لمرور ميليشيا صالح والحوثي في حي المداور. هذا الحي يعتبر حلقة الوصل بين حي العسكري والجحملية شمالاً وغرباً، وبين حي ثعبات وصاله جنوباً، فيما تقابله بالمستوى والارتفاع منطقتا الجعشة والسلال شرقاً. لذا سيطرت عليه الميليشيا منذ بداية جائحتها لمدينة تعز وأصبح الحي المتحكم الرئيس عسكريا في شرق المدينة ومسيطر ناري على وسطها وغربها ناهيك عن نقاط التحكم والحصار التي نصبتها على خطوط التماس الأمامية على أطرافه دخلوا الحوث محافظة تعز بلباس عسكري وعلى انهم تبع الدوله ما كانش تبع الدولة. كانوا تبع الدوله بأمانة كانوا تبع الانقلابيين ودخلوا تعز ومسكوا منافذ تعز ومرة تعز ولا تعز وانتشروا دخلوا بعد الحوثي الحوثيين الاصليين من صنعاء من عمران من من وبعد وقعت الشباكات عندنا هنا في المدينه نازل بعيد وحصلت الحرب حبه حبه تدريجيا يعني. وكانوا اغلب القيادين من الجحملية وتشوف المنطقه هذه اغلبها الجهه كلها دمرت وانه بس بسبب اهل المنطقه نفسها. الحرب حقهم على المواطن وليس المقاومه على المواطن كان انا مره وقفوني ليش معي ثنتين دقائق؟ قال لي لا, لا لا يمكن تمر بثنتين الدقائق والله ان انا اوقفوني على ثنتين دقائق يقول لي لا يمكن تمر بالثنتين الدقائق لا وين انت تودي للدواعش وانا شال الدقائق للبيت. ورجع اضطر ان انا اطرح حبه من الدقاق مع واحده من اللي كانت راكبه معي بالباص واحده معي قلنا لهم هذا حق الواحده قال خلاص امشي وكان اي انسان معه صرفاء انا مره شاهد بعيني انهم نزلوا طماط والله دعسوا سنه بالقزمات حقهم عند نقطه الملحم لواحده من النساء سوقوا الى العسكري وأحملكم معي كيلو بصال وكيلو طماط وحبه دقائق ثم المتحوتين حق قالوا انت تدخل المرتزقه رقم من يدي بدون لا طماط ولا 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 شيء حشدت ميليشيا الانقلاب كل امكانياتها العسكريه والبشريه الى حي المداور لكن هاجس الخوف والقلق ظل يراودها من حجم التواجد السكاني الكثيف المتواجد فيه الذي لا تعلم شيئا عن توجهه عندها ذهبت لفرض حزمة من الإجراءات والممارسات التعسفية أملا في إخراجهم من منازلهم وبالفعل أجبر الكثيرون على المغادرة أغلبهم كانوا لا يعلمون إلى أي وجهة يقصدونها في أول الأمر ما حد أرضي يترك بيته ويخرج من بوناس ناس أذكرنا في ناس قتلوا بيوتهم ما قدرناش حتى نقنعه انه ينسحب لان بيتك انت الان بخط تماس وتحت مرمى النيران نقنعه يخرج قال يقول لك لا انا اموت في بيتي ما اخرجش ليش اخرج؟ وفعلا والله قتلوا في بيوتهم. خرجوا زوجي وخرجوا ابني من داخل البيت قالوا لهم يخرجوا من داخل البيت اجباري. فنزحوا للحوبان لانه ما كانواش يستطيعون انهم يطلعوا لثعبات لا عندنا احنا كنتوني وبناتي بثعبت جالس يعني عند امي كانت تعبانه وهذا وانا جالس عند امي يعني نازح. ما نزح نزح بن عمي وبن اخي واخوتي عيال اخي لكن انا بقيت كان في معنا قرف ندخل المكارف داخله ونحن نقص قريبين بعيد ونقول لك نقص في في منطقه الصبور اللي كان للبقر اما المكان المفرشه والكل ما نقدرش خصوصا الذي هو امام منطقه المداور ومنطقه السلال قصص من تقطعت بهم السبل واجبرتهم الظروف على البقاء تحت رحمه الميليشيا اشد الما واكثر تعقيدا ربما تفوق حكايه النزوح بكثير. هاني الحبيشي احد سكان الحي لم يستطع في بدايه الامر النزوح وظل رغم ضراوه المعارك وتساقط القذائف صامدا في منزله، لكن هذا الامر لم يرق للميليشيا. فمارست معه كل الأساليب الاستفزازية التي على إثرها أجبر هاني بالقوة على النزوح أجاولي بمدر عام من أهل الحارة طبعا من أصحابي زملائي يعني من أهل من أهل الحارة قالوا أخرج من البيت نزحت ما رضيتش طلعوا لي ثاني يوم واخذوني من البيت وحبسوني ساعه أعرف لي بواحد أخرج من البيت هاني ولا عشان نجيب لك السلاح وتتقاتل معنا وبعدها كانوا قالوا هاني شوف والله معك ثلاث ايام ان ما بتخرج من البيت والله بنخرجك يمكن ميت او مسحوب من داخل البيت من ضمنهم واحد اسمه علي وابل ابن طفل صغير محبب سكران يعني قيادة الحوثيه تستعين بناس محببين سكارى طراطير بلاطجه ما قولش الكل في نبذه منهم قذره قذره لابعد الحدود لا يعرف الله ولا رسوله ولا اخلاق ولا شرع ولا دين ولا عرف ولا اي حاجه. تعين يعني تفتح لك يمكن يدخلوا يضربوك يكسروا لك شرفك يهينوك على اشياء تافهه. ليش حبستني يا اخي قل لي؟ شو ادخل دعسكم اضرب ابوك شو عمل اسوي بك ليش؟ انا وانت انا وأنت من حاره ايش ايش الخطيئه او الشيء اللي عملته؟ عادي يا اخي لو عملت حاجه حاسبني اعمل بيه لكن انا انسان متجنب الكل. واش ان شاء الله يجيلي يجيلي من الشارع شهيد يجي لي طلقه يجي لي طيران يجي لي من الحوثي قناص او حوثي من على او من هنا او من هنا اهم شيء ما احملش السلاح لا يا تشارك تكون معنا يا بندعس ابوك هنا هناك ونخرج ابوك ضبط من داخل المنطقه اللي فيها انت جاسوس علينا انت كذا يعني يحاربك بكل الوسائل عقليا جسدياً معنويا كل من كل جهه يشككوك فيك حتى وهذا كله الصبر من اجل صامد وعايش أغلى شيء مهم بيتي تدم بيتي مهيب سرق آه هانونا حبسونا يعني يجي هناك يعني أمام أطفالك قدام زوجتك إيش ال يعني إيش أقول لك؟ منظر سيء خطوة تصعيدية أخرى أقدمت عليها ميليشيا صالح والحوثي في هذا الحي، وهي أشد نكاية من سابقتها، تمثلت بعملية تفخيخ وتفجير للمنازل بشكل كلي من قواعدها، بما فيها من أدوات وممتلكات، ربما قضى أصحابها جل حياتهم في توفيرها، متحججة أي الميليشيا هنا بسببين: الأول كونها حالت بين قناصيها وخطوط التماس الأمامية والآخر الانتقام المباشر من كل من رفض مشروعهم الانقلابي وحربهم العبثية المناطق اللي مقابلنا تبع المقاومة ومن هنا كان حوثة فكانت البيت مغطية على القناص نزلوا بيت منه أربعة دور خمسة دور صاحبه تعب وشقي وصرف دم قلبه عليها ولكن نزل نزل الحوثي لاجل أن تغطي على القناص يقتل الابرياء بالشوارع اطفال نساء هذه عندك الثاني البيت بيت عبد الله الصبري انسان مواطن لا له دخل بحوتي لا بمقاومه لا شيء طالب الله على جهاله نزلوا بيته لاني بس مغطي على القناص ما نقدرش نخرج الشارع ما نقدرش يعني نتحرك اي حركه من داخل البيت يعني القنص من كل جانب ما نقدرش يعني ده لدرجه ان مرة اخيه حتى حصل يعني قنص وهي بل... كذا بس ظهرت لبرا على تشوفي الت... منو بالشارع بس وعلى طول اقتنع قنصني بس الحمد لله عدت على خير. ينكلوا الناس فقط ينكلوا الناس وينكلوا البيوت بيوت الناس ولا ايش ايش يريدوا منا احنا ما اعتقدش انه يريدوا شيء، كان يحكم من صنعاء وانتهي الاشكال هذا كله، ما فيش داعي للدخول عندنا لا تعز ولا في داعي للتفخيخ ولا في داعي للتفجير. حتى لو كان يشتي البيت ما دخله. ايش دخل البيت لما تقيد تخرج الاسره من وسط البيت وللشارع وتقوم بتفخيخ البيت، وبعد هذا يفخيخ البيت كنا نشوفهم يقوموا بتفخيخ البيت وقام الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، وتقول ان احنا اسرائيليين وامريكيين خرجنا خرجونا للشارع وقاموا بتفخيخ البيت. يعني شوف شوف على فكرة وعلى دوله كانت شجي تمسكنا وتريحنا. اشياء ده خراب دمار مشروع الحوثي بأمانة مشروع خراب دمار لا خوف من الله يعني يدعسك بسلاحه شهينك شدعس أبوك قبرك ولا شيء غيره لا يبيض أسود يا معيش أدعسك محمد ثابت هو الآخر لم يشفع له كبر سنه الذي بذله من أجل إيجاد مسكن يحتويه مع أسرته وأسر أولاده الأربعة أمام صلف الميليشيا التي أجبرته بداية على النزوح ومن ثم قامت بتفخيخ منزله وتفجيره بدم بارد لم يراعى فيها أبسط حقوق الإنسان في الحياة اتصلوا <applause> لي الساعة كنا حوالي 12 كذا أو واحدة من الليل قالوا كما بيتك فجرة من فجرة قال فجرة الحويدة هل كان داخل المقاومة قالوا لا دخل كنا قل يدخل أشوف كذا هذا أشوف الولد اللي دي بتاع هذا الريح حقه دخل وقالوا قالوا يلا نزل نشوف البيت عيالي وكلهم ما نزل عيالي بيت خيري باه خلاص ما عاش نزل ولا عادي طفى خلينا قادر أخذيه فوق قرشي قالوا والله ما غلش ننزل إحنا هذا. لازم كنا ومن حوانا طب كو هنا على تعبي اخذ وقت طول العمر احنا نكون يعني على شقه على شقتين على هي اصلا البيت حقنا مكونه من اربع اسر اربع اسر اني يعني زوجي وحلي وزو وزو واخو ثاني واخو الثالث الرابع اربعه يعني بنوقع هذا كان زفة حجار ب 2500 من صاله نقول لي له هنا ب 2500 وهذا كيس السمن قوس له 30 ريال. يعني شلينا امرنا والحمد لله قلنا شنكنين رؤوسنا. ان شاء الله شكرا نقول لك الطبقه السفلى قلنا يا الله تسكن تدينا مصاريف للبيت. والعيال قالوا عيالي قالوا كلهم عيالي انتم افتحوا من الحين زي زلقوا لكم يعني بيوتكم قولوا حل من الشقه شكرا انكم تبزوا عيالكم حقكم بينكم. الى مسبوق انا قلنا انا انا مرتاح نفسيا ان كل واحد مع شقه لحاله. يعني طول السنين وانت تشتغل وانت تتعب ما يدرس كيف ندخل الريال ما يدرس كيف نعمل ما ايش المأسي الذي اسينا طول ما احنا نشقي بالبيت هذه وبالاخر تتهدم كذا قدام عينك من دون اي ذنب ولا اي جريمه انت ارتكبتها علشان انتقوا بهدم البيت هذه شقائنا وتعبنا كله راح بلاش قال أقول لك كيف كل ما شفقوناك ماشي عمل أفسر لك كذا كل يوم قال أبدكم تنزلوني خلوني قادرة غايب لي من البيت هذا ما عادش أشوفه قال لك لا تشوفه ضروري ما قال لك كم شقاق ما عمل يا سلام وحكم إلى الله قل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يجازيه اللي كان السبب لمو اللي لما يخربوا بيوت الناس لا بينهم أي حاجة لا يسألوننا جزاء ولا شكورا. لما شفنا الدنيا حامة شلنا نفسنا قلنا خارجين من بيوتنا سيرنا يلا قلنا نمزح معاش نجلس يعني أصل البلاد وثلاث سنين نازح حالة أمي حالة أثر كبير أحدثه هذا العمل الميليشياوي في تركيبة هذه الأسرة التي تشرد أفرادها وضاعت ممتلكاتهم بين الركام في لحظة كانت تستعد للاحتفاء بإتمام زفاف آخر أبنائها تخيل إن معهم أخ شباب يعني لو أقول لك ليل ونهار هو يشتغل به إحنا خلاص كنا ساكنين أجا أخو الشباب يعني عمل شقة من فوقنا وليل نهار وشاقي ذا وانا لما قدوه بيخرج يعني قدوه يحلم انه يتزوج باي لحظه يعني شي يتزوج ويسكن ويسدد لحد الان وأقول لك لحد الان انه يقضي ديونه يقضي ديون البيت هذه ولا سكن به حتى يوم ولا اشتغل به حتى يوم ولا ولا ربك حتى يوم والله بكي لما دخلت الراهده لما انتقى قلبه قال عمركم وصلحكم ما بقي الا ازوج وفرش بيته وازوج دخله مسكين ما ليله واحده ليله ما به جرح بقلبك لما انت يعني بالقلوب جروح لما كذا انت طول عمرك ما ما يدرس كيف احنا شقينا فيه ما يدرس ايش الذي شقينا فيه، به وايش الذي تعبت فيه انا وزوجي يعني طول ايام وإحنا نسقي طول الريال واحنا نكدس انا وزوجي وبالاخير كذا يجي كذا على عين باطل على ايش؟ ايش عملنا؟ ايش الجريمه اللي احنا عملناه؟ مو قدرني اعمل هذا مو قدرني اطلع عليه مو كمل مبالغ التكسير التكسير وحده التكسير وحده ما تراكش 10 مليون بالتكسير. كم مخلفات؟ ليش ودي المخلفات؟ ليه ليش تسكن المخلفات؟ ولاقك استعمر من ايش الدي بي اس؟ من لك هذا؟ قال لك انا معي بعك. والان ولا شيء اخبر ريال والله اننا بعض إننا نخبر إن ريال. قال أقول لك يا تشكى علي يدي خمسين ألف شهريا أكل لي وشرب لي أنا الآن شردونا لا بيت لا مأوى لا أي شيء إحنا نازحين الآن داخل تعبت نازحين يعني إيه نجلس ندور البيت من بيت لا بيت بذمة من وعلشان إيش مو هو اللي منه بو ناس دخلوا بحالات نفسية إيش لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنت كرست كل أموالك وكل جهودك لتبني بيت تسترك أنت وأولادك بيوم من الأيام أصبحت تشاهد نفسك قدك خارج بالشارع ولا تملك حاجة بعد ثلاثة عشر شهرا من العبث والحرب والتفجير والحصار بدأ الخناق يضيق على ميليشيا الانقلاب في حي المداور فادركت الامر وباشرت على الفور بتبني عمليه زراعه واسعه للالغام والعبوات المتفجره في الازقه والطرقات بجوار المنازل وافنائها وفي الممرات والاحراش لم تبق مكانا الا وفخخته بالالغام ومن ثم غادرت المكان. قاموا بزرع الالغام. حتى ان الان احنا لدينا ارض في حي المداور لا نستطيع الان ان نقوم باي احداث أسطي في داخل الارض خشيه من الالغام يعني تجي انت تشتي تعمر تشتي تزرع تخاف تجي حصيده لغم أنا هيك فكما تشوفها الان ماساه هذه طول الايام بتجلس ماساه لان ما تدري انت تضع رجلك وانت امن وتجي على لغم اخي اخي يعني بامان الله يعني جالس ماشي ويمشي على لغم ويجي وتترى رجله امي والله يعني وهي خارج مع الغنمه حقه دعست دواسه من حق هذا وقام العبوات برفع ما يقارب خمسه او سته متر والحمد لله الاصابه ذا وتوفت تعرضوا اكثر السكان وهم مواطنين ليس لهم علاقه لا بالحرب وليس لهم علاقه بالمقاومه ياتي ليدخل الى منزله فيتفاجا بلغم لغموا حتى الابواب حق البيوت لم يتركوا شيء الابواب ملغمين الحجر ملغمات البيت ملغم الحوش ملغم وفين تمشي ما بالله تتركيه وسبته وتتركيه من ما يشتوهم هم يشتوك تترك وتغادر تخليها كذا دمار بعد عامين من النزوح، استبشر الناس خيراً بالعودة إلى منازلهم، لكن تلك الفرحة قتلت مع أول نظرة ألقوها من طرف الحي، فمساحات الركام تملأ المكان. تغلب البعض على جراحهم، وولجوا يبحثون عما تبقى من مقدراتهم، فيما لا زال الكثيرون لم يفيقوا من هول الصدمة. وبالرغم من التحدي الذي فرضه العائدون على واقعهم وتواجدهم أبت ميليشيا صالح والحوثي إلا أن تضاعفه أكثر من خلال عملية قصفها العشوائي على الحي بشكل يومي من مواقع تمركزها الواقعة في تخوم الحي للجبهة الشرقية ما الحواثة بهذا كامل على طول مركز, مركز الدبابة في سفتيل وبدأت بالضرب العشوائي حتى أن كانت تترك المقدمة على متمركزين بالمقاومة تترك وهي تعرف أين هم المتمركزين وتقوم بالضرب العشوائي على مناطق الذي أهل بالسكان على المساجد لم يسلموا حتى المساجد ممكن تمروا على المساجد تشوفوا المساجد كم ضربت وكم دمرت كانت تضرب والناس داخلته داخلت المساجد يصلوا والله نزلنا والمنطقة خطيرة وإنما الحق من الروح يعني صلحنا حقنا ما يعني مغامر بنفسك يعني ببيتك يحكم الله ما يشاء ما ما تركوا لنا أي نوع من أنواع السلاح إلا وشفناه الحمد لله ومرينا عليه من تفخيخ وصواريخ وألغام وقنص كان يقنص حتى المرأة تقنص عندنا في ثعبات فقدنا يعني الأمان فقدنا الطمأنينة فقدنا الحمد لله بيوتنا اللذيذة أتشرد إخوتي اتشردنا إحنا يعني الحمد لله والشكر لله نقول حسبنا الله ونعم الوكيل الذي كان السبب تفاصيل مرور ميليشيا الحوثي وصالح على اطراف المدينه وبالتحديد في مناطق المواجهات وخطوط التماس اوسع دمارا من هذا الحي المحادي لتلك الخطوط